تاني، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يلا بينا نعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة، هتعجبكم جدا جدا. انا حطيت واحدة بيضة ودي التانية، انا هعملها باربع بيضات علشان البيض البلدي ده بيبقى صغير. لو هتعمليها من البيض الابيض او الاحمر هتعمليها بتلاتة. تمام. تمام. بعد كده بحط معاها الفانيليا بتاعتنا. بسم الله. بعد كده هضربهم. بعد البيض ما اتضرب حوالي كده دقيقتين كده، بحط معاهم كوباية السكر البودر. ليه يا نالي بتحطيها؟ جربيها وادعيلي. جربي وادعيلي. بعد كده بحط كاسة حليب اهي. تمام. وهضربها كمان وهوريكي. بجبت معايا كاكاو خام، دي اسباني من اللي انا معتمداها على طول في كل وصفاتي، ومعاها معلقه شوكليت شيبس بس، بتدي طعم ونكهه حلوه جدا 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 للكيكه. تمام. هننزلها بقى على الخليط بتاعنا ونضربها برده حوالي دقيقه وارجع لكم تاني. حبايب قلبي، جبت لو عندك شوكولاته، اي نوع شوكولاته، عندك شوكولاته دارك؟ انا ما كانش عندي شوكولاته دارك، فجبت شوكولاته عاديه جدا اهو، حطيتها معاهم على الخليط. بعد كده هحط معلقه كريمه فريش. تمام. اهي معلقه. هتقولي لي ايه فايدتها دي؟ هتشوفي الطعم والجمال والروعه. بسم الله ما شاء الله. بعد كده هحط اخر مكونين اللي هو الطحين او الدقيق. هنحط كاستين اهو. تمام. وهنحط باكو كيكة الشيف وذرة ملح. بس خلصنا خلاص. خلصنا خلاص. هضربها واوريها لك حبايب قلبي. بعد ما ضربت كله كده في الخلاط زي ما انت شايفه، بعد كده بنزل الخليط بتاعنا كده. المزيج اللي انا عملته ده بيكفي الاثنين صينيه اللي انتوا شايفينهم دول. تمام. شايفين؟